نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و83 قرشا للشراء و18 جنيها و90 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و18 قرشا للشراء و19 جنيها و26 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و55 قرشا للشراء و22 جنيها و65 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 15 جنيها و12 قرشا للشراء و15 جنيها و15 قرشا للبيع. الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، والتي ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات متقلبة، لكنها سجلت انخفاضا أسبوعيا، حيث طغى القلق من تراجع محتمل الطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين و37 سنتا أو بنسبة 2.3%، ليسجل 107 دولارات وسنتين للبرميل، وذلك عند التسوية. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وستة سنتات أو بنسبة 2%، ليسجل 104 دولارات و79 سنتا للبرميل. في المقابل، تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 12%، لتصل إلى 3.66 سنتا لللتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.18%، لتسجل 6 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية.